السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، زوار قناة Learn and Share في فيديو جديد. عرف يوم أمس اجتماع بوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي بين ممثلي الوزارة والكتاب الست للنقابات العمالية، ودام هذا اللقاء ما يناهز 6 ساعات، وكان الجلسة أو كان الجلسة الأولى في الحوار بين ممثلي الوزارة وممثلي النقابات حول النظام الأساسي المرتقب صدوره بتاريخ شهر يوليوز من هذه السنة. كما عرف هذا اللقاء تطرقا إلى الموضوع والإضرابات المتتالية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد. كل هذه الأخبار تم ترويجها في عدد من الصفحات الإلكترونية، وكذلك تناولتها مجموعة من المواقع الإلكترونية، حيث عبر ممثل الوزارة الوطنية عن تفهمهم لمطالب الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، مجددين تأكيدهم على أن المعنيين بالأمر سيتم إدماجهم في أسلاك الوظيفة العمومية عبر النظام الأساسي الجديد الذي يتم الترويج له. وبحسب الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم الـ FNE عبد الرزاق الإدريسي، فإن اللقاء انعقد يوم أمس كان فرصة لإثارة انتباه الوزارة لما يحدث في قطاع التربية والتكوين، بالرغم من كونه كان مخصصا بالأساس لمناقشة النظام الأساسي الجديد. وأشار الإدريسي في تصريح لجريدة إلكترونية إلى أن وزارة التربية الوطنية جددت تأكيدها على أن باب الحوار مفتوح دون شروط مسبقة لحل ملف الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد. كما قال المتحدث إن نقابته شددت على ضرورة خروج الوزارة بتصريح واضح للرأي العام الوطني حول ملف الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، ما دامت خطتها هي إدماجهم في الوظيفة العمومية كما صرحت. وحول الموضوع الرئيسي للقاء، أوضح النقابي ذاته أن اللقاء الذي حضره مدير الموارد البشرية ومساعديه وعضوان من ديوان بن موسى في مقر الوزارة عرف تقديم ملاحظات حول النظام الأساسي لسنة 2003 من طرف النقابات، على أن يستمر النقاش في لقاء آخر حدد تاريخه يوم الأربعاء المقبل بحول الله. وأضاف أن المجتمعين اتفقوا على عقد لقاء يوم الأربعاء المقبل لدراسة باقي الملفات العالقة التي تنتظر الشغيلة التعليمية حلولا لها، وعن إمكانية إلغاء الإضراب الوطني الذي دعت إليه جامعته بعد هذا وعن إمكانية إلغاء الإضراب الوطني الذي دعت إليه جامعته بعد هذا اللقاء. قال الإدريسي إن الإضراب لا يزال قائما لأنه بالأساس إضراب تضامني مع الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد ضد ما تعرضوا له ومع باقي الفئات التي تخوض إضرابها هذا الأسبوع وفق تعبيره. وأمس الثلاثاء أفاد مصدر بوزارة التربية الوطنية بأن الوزارة تعتبر قرار الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد بتمديدهم للإضراب عن العمل ورفضهم للحوار مع الوزارة ضربا لحقوق التلاميذ، مشيرا إلى أن وزارة التربية الوطنية تفتح باب الحوار على مختلف الفرقاء الاجتماعيين وممثلي الأساتذة بدون شروط مسبقة. وبحسب المصدر فإن الوزارة ترى أن مثل هذه القرارات والتصعيدات والأشكال الاحتجاجية تؤثر على مصلحة التلاميذ، خصوصا بعد الإعلانات المتتالية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد بخوض إضرابات عن العمل ورفض الحوار الاجتماعي حسب قوله. يأتي ذلك بعدما قررت التنسيق الوطني للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد تمديد إضرابها الوطني الذي انطلق يوم 28 فبراير المنصرم إلى غاية نهاية الأسبوع الجاري 20 مارس، ردا على الأحكام القضائية التي صدرت بحق 45 من زملائهم على خلفية احتجاجات وطنية بالرباط. وقال مصدر بوزارة التعليم إن إضراب الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد له تكلفة كبيرة على التلاميذ المتمدرسين في القطاع العام، لا سيما مع العراقيل التي واجهها الموسم الدراسي الحالي جراء انتشار الموجة الثالثة لفيروس كورونا وانطلاق الموسم الدراسي متأخرا بنحو شهر. وأضاف المصدر أن الوزارة ما فاتت تبعت برسائل إيجابية إلى الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد لتسوية ملفهم ودفعهم إلى تعليق الإضرابات التي يخوضونها، لافتا إلى أن الوزارة ومع الحكومة أظهرت نيتها وعزمها حل جميع مشاكل الأساتذة والأطقم التعليمية
ومعالجة الملفات الهامة المتعلقة بالقطاع وبطريقة آنية. ووفق المصدر الذي يجهل اسمه، فإن حوارات الوزارة مع الفرقاء الاجتماعيين دائما ما كانت تجري مع النقابات الخمس الأكثر تمثيلية، وعبرها تم عقد اجتماعات مع الأطر التعليمية بالأكاديمية الجهوية، حيث حرصت الوزارة على التأكيد على أن الحوار وجب أن يكون مفتوحا وبدون شروط مسبقة لتوفير سلم اجتماعي وإيجاد حلول عادلة. وقالت الوزارة الوصية إنها تفاعلت مع الطلب الرئيسي للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقب، وهو الإلحاق بسلك الوظيفة العمومية، حيث قامت بفتح ورش خاص بوضعية الأساتذة، وهو وضع موحد يتم الاشتغال عليه خلال هذه السنة بحسب تعبير المصدر. وأشار ذات المصدر إلى أن وزارة التعليم والحكومة اشتغلت على تحسينات كثيرة على الوضع الحالي للأساتذة المتعاقدين كنظام التقاعد والتنقلات والحركة بين الجهات والأقاليم والتثبيت. وشدد المصدر أن الوزارة دائما ما تبدي إرادتها على فتح باب الحوار مع مختلف الفرقاء واستعدادها لعقد اجتماعات دورية مع النقابات الأكثر تمثيلية. وكانت التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد قد أعلنت عن تمديد إضرابها الوطني من 16 إلى 20 مارس الجاري، كما قررت خوض إضراب آخر لأربعة أيام خلال الأسبوع المقبل من 23 إلى 26 مارس بالموازاة مع أشكال احتجاجية بمختلف المدن. يأتي ذلك كرد فعل على الأحكام التي أصدرتها المحكمة الابتدائية بالرباط في حق 45 من الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، حيث أدانت المحكمة 44 منهم بشهرين موقوفة التنفيذ مع غرامة مالية في حق بعضهم قدرها 1000 درهم، فيما أدينت الأستاذة نزهة مجيدي بالسجن النافي 3 أشهر. وتوبع الأساتذة بتهم التجمهر غير المسلح بغير رخصة وخرق حالة الطوارئ الصحية وإيذاء رجال القوة العمومية أثناء قيامهم بوظائفهم وبسبب قيامهم بها، وإهانة القوة العامة بأقوال بقصد المس بشرفهم والاحترام الواجب لسلطتهم، كما أضافت تهمة إهانة هيئة منظمة للأستاذة نزهة مجدي. هذا ما كان في هذا الفيديو، وإلى فيديو آخر يهتم بالشأن التعليمي بحول الله وقوته، لا تنسوا الاشتراك ودعم القناة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.